شارك الممثل وحاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزينيجر في حفل توقيع في واشنطن لمناسبة صدور كتاب مذكراته Total Recall My Unbelievably True Life Story، ويروي الكاتب سيرته الشخصية إضافة إلى أولوياته بالنسبة إلى أوباما ورومني. الوقت يسمح بشفاء كل شيء، وما أفعله الآن هو الاهتمام بحياتي المهنية وبأفلامي، كما أحاول إعادة بناء أسرتي. وفي مذكراته يتكلم شوارزينيجر بطل العالم السابق لكمال الأجسام عن هجرته إلى الولايات المتحدة وكيف بنى أوساط كمال الأجسام من الصفر في فينيس بيتش أحد أحياء لوس أنجلوس، وكيف جسد شخصيات مهمة في السينما، وكيف أصبح أحد أشهر رجال السياسة على ما أوضحت دار النشر.